الشكل لان في ناس هنا على فكره يا كابتن دلوقتي اهو، انا يعني في ناس اللي هي بتهاجم بقى، او مش بتهاجم كهجوم، بتقول يرحل ارحل يعني كده. فانا عايزه اقول اسمائكم والله، بس مش هقدر اقول نفس الكلام بقى كل شويه. استاذ احمد رمضان، استاذ مجدي، استاذ حسن، استاذ رأفت، استاذ حسن برضو، استاذ احمد، استاذ احمد، كل دول معترضين على الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده كابتن حسام البدري. وانا شايف كابتن حسام البدري يزعل مني انا شخصيا بصراحه، بس انا دوري ان انا بقول راي الناس، وده راي الناس وده نقد، وليس لها علاقه باي حاجه طبعا غير انه نقد للمنتخب ولمصلحه بلدنا. ده بقى ولا اهلي ولا زمالك. استاذ طه بيقول يا كابتن سمونا احنا مش عايزين مجاملات لاي حد في الجهاز الفني، واحنا بنطلب هو بيقول يعني ولا انا قلت؟ لا، ده بيقول يا كابتن سمونا بلاش مجاملات لمنتخب مصر، وخلينا نتكلم على كل ده. كل نتكلم بصراحه على كل دي دفوهات عمالين نتكلم فيها، وبنتكلم في اخطاء التشكيل والتغييرات وتاخرات. لا، عايز اقول لحضرتك انه اقول بصراحه ان حسام البدري وبركات المنتخب كبير عليهم. بركات وبركات بركات لاعب ممتاز، لكن مساعد هو مساعد مدرب. حضرتك يعني استاذ طه، يعني هقول لحضرتك كابتن بركات مش مساعد مدرب ولا حاجه، كابتن بركات مدير كوره. كابتن احمد ايوب، كابتن طارق مصطفى، الاثنين مساعدين بالجهاز الفني، مدربين عام، ومدرب مساعد وهو كابتن سيد معوض، وكابتن ايمن طه طبعا مدرب حر. ف يعني ده للتوضيح يعني. بس لو حضرتك عايز تتكلم برضه ان حضرتك اولا هو بتدافع عنه. رتب الوظائف او التخصصات غلط، هو لازم يكون متابع جيد. وانت حضرتك وضحت النقطه دي، ان بركات مدير كوره مش مدرب. فهو بيتفرج، يحاول يركز شويه في اللي احنا بنقوله واللي احنا اتكلمناه. ما جاملناش حد، احنا بنقول الاخطاء وحاله اللاعبين، فده طبيعي جدا والرؤيه باينه. حته بقى الاختيار وده يمشي او يجي، دي مش بتاعتنا احنا. انا بحلل المباراه، بقول الكابتن حسام المفروض كان يعمل كذا وما يعملش كذا. المفروض احنا مصر غير الجابون وغير انجولا، لازم نبقى افضل منهم ولازم نكسب. اتكلمنا على اخطاء، تغييرات، حاله الفريق، المفروض نهاجم اكتر من كده، كثافة هجومية، وده يلعب وده يقعد. ده اللي احنا اتكلمنا فيه، مفيش اي مجاملة خالص. وانا من عادتي ان انا، او طريقتي يا حمادة، ان انا دبشة، انا ما بجاملش، انا بخش في اي حد وبتكلم عادي جدا، وما بجاملش حد، بقول الصح واللي انا شايفه بقول. بالظبط كده. ناس زعلانة جدا، ناس زعلانة جدا على فكرة. انا بصراحة بس مش عايزة اكرر، لان كل المسجات انا ما شفتش مسج واحدة او كومنت واحدة توحد الله يعني في صالح كابتن حسام البدري. يعني انا يعني بجد انا نفسي الناس كلها تخش وتشوف عشان تفتكر ان احنا يعني ايه بنقول اي حاجه. فعلا والله يا جماعه انا بقول الاسماء عشان الناس ما تزعلش، بس انا مش لاقيه مسج واحده يا كابتن ولا كومنت واحده تقول اي حاجه لكابتن حسام البدري. الماتشين اللي فاتوا ما كانوا دون المستوى. احمد رمضان، استاذ مينا، الناس زعلانه، الناس زعلانه، الناس زعلانه جدا جدا جدا. استاذ حسن يعني كابتن ايه المطلوب كابتن حماده في المرحله اللي جايه للمنتخب؟ يعني لسه في فتره توقف طبعا للمنتخب، ولكن احنا رايحين بطوله عربيه بقى وكاس امم افريقيا وكاس عالم تصفيات، يعني داخلين على برضه. هنرجع تاني ونقول ان النتائج هي اللي بتحكم في الاخر. حسام النهارده على الورق هو اول المجموعه. النهارده لسه ما شفناش المباراه اللي بعد كده بتاعت انجولا وبتاعت ليبيا، ما نعرفش النتيجه ايه، لكن هو على الورق النهارده لعب مباراتين، كسبان مباراه على ملعبه لسه بعد مره. فالنهارده هو عنده اربع نقاط في تصفيات امم افريقيا. الراجل خلاص تمام، ما عندوش مشكله. انجولا وليبيا بعد بكره. بس فانت النهارده برضه لما هتيجي، هل انا بحط نفسي مكان اللجنه اللي موجوده؟ هل النهارده اقدر اخد قرار باقاله مثلا جهاز فني وهو نتائجه كويسه؟ مين اللي هيتحمل؟ انا شايف ان لو في حد بيفكر
ان هو يقيم جهاز فني، هي دي الفترة اللي صح اللي ممكن يعمل فيها افكار.